من الميادين هنا ميدان رياضة. هل تراجع مستوى المصري محمد صلاح؟ لماذا أرعب الفرعون ملاعب البريمير ليج الموسم الماضي ويكاد يكون شبحا في الحالي لأفضل لاعب إفريقي وفي الدوري الإنجليزي؟ من هو المتسبب في تفاقم أزمات البرتغالي كريستيانو رونالدو خارج الملاعب؟ وهل لفريقه السابق ريال مدريد الإسباني دور في ذلك؟ أماني مرحبا، يعني محمد صلاح من جهة يتأخر مستواه فنيا بعد ما كان النجم الأبرز ربما الموسم الماضي، بينما رونالدو يلتهي في مشكلة إضافية خارج الملعب. مساء الخير جزاك لك ولجميع مشاهدي ميدان الرياضة. صحيح أن محمد صلاح يتراجع مستواه ولكن فنيا وعلى أرض الملعب، ولكن على ما يبدو أنه هناك من يعني يحركش في كريستيانو رونالدو ليتراجع مستواه، يعني غصب عنه كما يقال بالعامية. نعم، او انه هو حركش كمان. مين؟ كريستيانو رونالدو؟ سنرى خلال الحلقه. على كل حال جزاف، لدينا الكثير من المواضيع واكيد طرائف وغرائب، واكيد في هذه الحلقه سيكون لدينا زميل علي خليفي موضوع جميل جدا اعده عن لاعب لبناني قديم، سنرى اين اصبح في فقره وين، وفي هذه الحلقه سنتابع. هل يعجز صلاح عن ارتداء تاج الملك؟ أسبوع صاخب للبرتغالي كريستيانو رونالدو بعد فتح ملفات تحرش قديمة قد تهدد نهاية مسيرته. وفي حلقتنا أيضا، هل تآمر ريال مدريد على كريستيانو رونالدو؟ وفي فقرة وين، من صيد الشباك إلى صيد الأسماك. قبل العودة إلى جزاف مشاهدينا، نذكر المشاهدين دائما بإمكانية التواصل معنا من خلال صفحة البرنامج عبر فيسبوك ميدان رياضة باللغة العربية، ولمقترحاتكم يمكنكم التواصل معنا عبر sports@almayadin.net، ولمزيد من أخبار الرياضة ولمتابعة حلقاتنا يمكنكم زيارة موقعي الميادين بالعربية الميادين.net وبالإسبانية espanol.almayadin.net، وظهرت العناوين في أسفل الشاشة. ما الذي يحصل مع محمد صلاح؟ هل كان نجاحه خارقاً الموسم الماضي وعاد إلى أرض الواقع؟ أم أنه يمر في أزمة جعلته يسجل 3 أهداف فقط في 11 مباراة في جميع المسابقات؟ نتابع في هذا التقرير. نجم الموسم الماضي، هداف الدوري الإنجليزي، أفضل لاعب في البريمير ليج وأفريقيا، صائم في الموسم الحالي. يحصل الفرعون على فرصة أقل وبات محط تركيز إضافي من المدافعين فضلا عن مزاعم شد حبال مع زميله السنغالي ساديو ماني. هل لصراعاته مع الاتحاد المصري حول إبعاده عن المتطفلين وحقوق صورته دور في تراجع مستواه، خصوصا بعد الفشل الأخير في المونديال وخسارة 3 مباريات؟ هل أثرت إصابته في كتفه خلال نهائي دوري الأبطال في بداية موسمه، ولا سيما بعد الصور المتداولة حول استمرار علاجه في المباريات الأخيرة؟ غابت الضحكة عن وجوه صلاح وماني وفيرمينيو في الفريق الأحمر، فسقط أمام تشيلسي محليا ثم أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا قبل المواجهة الكبرى مع مانشستر سيتي في الدوري يوم الأحد. حتى جائزة بوشكاش لأجمل هدف التي حصل عليها من فيفا لم يهنأ بها لادعاء كريستيانو رونالدو بأن هدفه كان أجمل. رغم ذلك، عبر المدرب الألماني يورغن كلوب عن ارتياحه لأداء لاعب سجل 44 هدفا و15 تمريرة حاسمة الموسم الماضي، بينها 32 هدفا في البريمير ليج. لكن جمهور الكرة ليس وفيا في غالب الأحيان، حتى أن بعض أبناء الفريق الأحمر طالب ببيعه بعد مباراة نابولي المخيبة رغم الملاحم التي سطرها له في الموسم الماضي. للحديث عن هذا الموضوع معنا من العاصمة سوريا دمشق محمود كركورة، رئيس القسم الرياضي في صحيفة الوطن. أهلا بك سيد محمود في ميدان الرياضة. بداية أسألك، يعني لماذا سجل المصري محمد صلاح كل هذه الأهداف الموسم الماضي مع ليفربول من زوايا مختلفة وبطرق وأساليب رائعة، واليوم محمد صلاح يعني يعجز عن تكرار هذا الأداء؟ بداية تحياتي لكما أنت والزميلة الكريمة. أهلا بك. لا شك أن مشكلة محمد صلاح الحقيقية أنه قدم موسما مذهلا في الموسم الفائت،
يعني هذا اللاعب أن يسجل 32 هدفا في الدوري إضافة إلى 11 هدفا في مسابقة دوري أبطال أوروبا وهدف في مسابقة الكأس بمباراة واحدة، يعني 44 هدفا في 52 مباراة، معدل لا يمكن تخيله للاعب عربي في الميادين الإنجليزية في أصعب دوري في العالم. كما أنه فاز بجائزة أفضل لاعب بنظر الكتاب، بنظر اللاعبين، بنظر المدربين. يعني ليس سهلا أن ينال لاعب عربي أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، ولو أن رياض محرز حقق ذلك، لكن لم يحقق الهداف مع أفضل لاعب. هذه المعدلات المترفة لمحمد صلاح جعلت الجميع يرنو إليه على أنه المخلص لليفربول في كل مباراة، لم يعد مقبولا التراجع. لكن للأمانة لو عدنا إلى التاريخ، في تاريخ نادي ليفربول، لو تناولنا العظماء عبر التاريخ لوجدنا بأن هؤلاء العظماء تألقوا في موسم أكثر من غيره. على سبيل المثال إيان رش هو الهداف التاريخي لفريق ليفربول، سجل 47 هدفا في موسم 83-84 في كل البطولات، ثم 40 هدفا في موسم 86-87، لكن عندما حتى على صعيد بطولة الدوري كان عنده الرقم الأعلى 32 هدفا. في الولاية الثانية مع ليفربول بعد عودته من جوفنتوس لم يصل إلى حاجز 20 هدفا في أي موسم من المواسم الثمانية. تصور هذا الرقم، يعني بأنه ليس شرطا على لاعب أن يقدم موسما خرافيا أن يحافظ على هذا المستوى وهذه المعدلات. هذه مشكلة محمد صلاح الحقيقية. لكن بمقارنة بسيطة مع الموسم الفائت، في أول 8 مباريات في الدوري كان قد سجل 4 أهداف، ولو سجل أمس بمرمى مانشستر سيتي لوصل إلى الهدف الرابع في الدوري الإنجليزي وللمعدل الذاتي. هل كنا في الموسم الفائت نقول عن محمد صلاح بأن مستواه ليس على ما يرام بعد 8 أسابيع؟ بالتأكيد لا. وقتها كان قد سجل هدفا من مباراتين بدوري أبطال أوروبا بغض النظر عن مباراتي الأدوار التمهيدية. كما أن فريق ليفربول في مثل هذا التوقيت من الموسم الفائت خرج من مسابقة كأس الرابطة في مباراة أمام ليستر لم يلعب فيها صلاح. إذن نعم. صلاح بمقارنة بسيطة مع الموسم الفائت مع المقارنة الحالية حتى الآن هو بالمعدل طبيعي جدا، هو يتأخر بهدفين، هدف في الدوري وهدف في دوري أبطال أوروبا. إذن المشكلة ليست بهذا الخلل اللي عم يتحدث عنه النقاد والمراقبون، لكن بات الجميع في ليفربول يعقدون العزم على محمد صلاح. والشيء اللافت النظر المهم الذي يريح محمد صلاح حتى اللحظة بأن المدرب يورجن كلوب ما زال يدافع عنه حتى هذه اللحظة. لكن بطبعنا طبعا كجماهير عربية، كجماهير ليفربول، نقاد، مراقبون، دائما نضع اللوم على اللاعب ونطالبه بالمزيد. هذه المشكلة الحقيقية لمحمد صلاح، مشكلته أنه تألق في الموسم الفائت بشكل غير طبيعي. نعم سيد محمود، يعني كما ذكرت بطبيعة الحال عندما يتراجع مستوى لاعب معين تصبح الاتهامات أو الانتقادات لاذعة. بالنسبة لصحيفة غارديان البريطانية اليوم شبهت محمد صلاح بسيارة سباق من دون إطارات. برأيك ما الذي يجب أن يفعله صلاح ليستعيد ما قدمه بالموسم الماضي؟ طبعا هو يجب الراحة النفسية بالدرجة الأولى، عدم اللعب بدون ضغوط. هذا الأمر طبعا المدرب يورجن كلوب يعمل ما عليه. طبعا عليه أن يتذكر بأن ستيفن جيرارد على عظمته وأبهته وتاريخه مع ليفربول لم يسجل أكثر من 16 هدفا في أي دوري، أعلى دوري كان عنده. كيفن كيغان الحائز على الكرة الذهبية لم يسجل أكثر من 13 هدف، يعني أكثر رقم كان عنده 13 هدفا. حتى بدنا نتكلم على لويس سواريز، سجل 31 هدفا في الموسم الأخير، في المواسم الثلاثة الأخرى كان قد سجل 38 هدفا. فرناندو توريس سجل في موسمه الأول 24 هدفا، في بقية المواسم مع ليفربول جميعها سجل 41 هدفا. إذن على محمد صلاح أن يلعب بدون ضغوط وأن يلعب بأريحية مطلقة. هذا هو السبيل الوحيد لمحمد صلاح، وأعتقد أن إدارة ليفربول والمدرب يورجن كلوب يعلمون ذلك علم اليقين، ولذلك يلعب بدون أي ضغوط، لأنه حتى اللحظة لم نلحظ أي تصريح للمدرب يدين فيه محمد صلاح. إدارة ليفربول حتى اللحظة لم نشعر بأن هناك شيء يضايق اللاعب المصري محمد صلاح. حتى في مباراة أمس أمام مانشستر سيتي لعبها كاملة، وكان ممكنا أن يتحول يعني من موضع انتقاد لموضع مديح لو سجل هدفا في مباراة أمس. أعتقد أن محمد صلاح لن يصل إلى رقم الموسم الفائت، لكن إذا استطاع أن يصل إلى حاجز 20 هدفا في كل موسم مع ليفربول أعتقد أن ذلك سيكون معدلا جيدا. مايكل أوين الذي كان معبود جماهير ليفربول، الفائز بالكرة الذهبية 2001، لم يصل مع ليفربول في أي موسم من المواسم التي قضاها لم يسجل أكثر من 19 هدفا. لاحظي هذه الأرقام تعني بأن محمد صلاح إذا استطاع أن يصل إلى الرقم 20 فهذا معدل طبيعي. لكن المشكلة أن الجماهير باتت تطلب من صلاح أن يسجل هذا الرقم المذهل الذي وصل إليه في الموسم الفائت. أعتقد أن صلاح سيتعافى على المستوى على المدى القريب صراحة. نعم سيد محمود، هناك من يقول أنه ممكن أن يصبح محمد صلاح يعني لاعب بديل بالنسبة لتشكيلة يورجن كلوب، خاصة بظل تألق ستارج في الآونة الأخيرة. هل أنت مع هذا الرأي؟
صحيح هذا الكلام يقال، لكن طالما المدرب يورجن كلوب يلعب بنهج هجومي، أعتقد أن محمد صلاح مكانه محفوظ في تشكيلة ليفربول. ستوريج يعني أعتقد أنه سيبقى لاعبا بديلا، ربما في مباريات الكأس، ربما إذا لعب مباراة هامشية بعد ضمان التأهل في دوري الأبطال مثلا يلعب إذا كانت المباراة محسومة. لكن طالما المدرب يورجن كلوب يلعب بأسلوب هجومي بثلاث لاعبين، فأعتقد أن مكان محمد صلاح محفوظ في ليفربول. وكلنا يعلم بأن المدربين الذين لا ينهجون الأسلوب الهجومي يعني يميلون إلى الدفاع، ليس هناك مكان لمحمد صلاح. وكلنا يتذكر ماذا حصل مع محمد صلاح عندما كان في تشكيلة مورينو، كلنا يعلم لماذا أنه لم يستمر في الكالشو في الدوري الإيطالي. يورجن كلوب طريقة لعبه بثلاث مهاجمين، أعتقد أنه سيبقى المهاجم المفضل مع فيرمينيو وساديو ماني بكل تأكيد. أبقى معنا سيد محمود، فالآن سنفتح صفحة البرتغال كريستيانو رونالدو وقضية الشهيرة في الأسبوع الماضي. Fake news. They wanna be famous to say my name. صادمة هي الطريقة التي وصفت بها كاترين مايورغا ما حصل بينها وبين كريستيانو رونالدو في لاس فيغاس عام 2009. فماذا في تفاصيل القضية الرياضية الأشهر في الأسبوع الماضي؟ They want to be famous to say my name. Yeah, but it's part of the job. I'm happy man. تفاصيل محرجة وردت في دعوى رفعتها مايورغا في نيفادا على الدون البرتغالي الشهر الماضي، مطالبة بعطل وضرر بقيمة 200,000 دولار لاغتصابها في جناحه الفندقي عام 2009، بعدما أمضت مع صديقتها وأقاربه وقتا مرحا في أحد الملاهي الليلية. بحسب أقوالها دفع لها محاموه عبر وسيط 375,000 دولار أمريكي لتوقيع اتفاق تعهدت من خلاله بعدم الحديث عما جرى. لكن تسريبات فوتبول ليكس في 2017 كشفت عن القضية، فخرجت عارضة الأزياء السابقة عن صمتها الطويل بحديث لمجلة دير شبيغل الألمانية الأسبوع الماضي كشفت خلاله المحظور وتحدثت عن فترات الاكتئاب الطويل التي عاشتها بسبب الحادثة. بررت مايورغا فضحها رونالدو ودفعها بعدم نفاذ اتفاقية 2009 بأنها كانت تفتقد إلى القدرات العقلية للمشاركة في مفاوضات وتسوية، نظرا للإصابات الجسدية والنفسية التي لحقت بها خلال الاعتداء. كل ذلك بحسب أقوال ابنة 34، لكن أفضل لاعب في العالم 5 مرات نفى الاتهامات، معتبرا أن الاغتصاب جريمة مشينة وأن ضميره مرتاح في هذه القضية. بلبلة دفعت ناديه الحالي جوفنتوس ورئيس الاتحاد البرتغالي فرناندو غوميش إلى دعم هداف ريال مدريد الإسباني السابق، فيما أتى موقف شركة نايكي الأمريكية للتجهيزات الرياضية مغايرا. أعربت الشركة التي يقدر عقدها مع رونالدو بمليار يورو عن قلقها العميق من الادعاءات المزعجة، وذلك في ظل حساسية قضايا الاغتصاب في الولايات المتحدة في خضم حملة أنا أيضا لمناهضة التحرش الجنسي الناشئة بعد انكشاف فضيحة المنتج السينمائي هارفي وينستين. تسارع الأحداث أدى إلى تراجع أسهم يوفنتوس في البورصة 5% يوم الجمعة، خلافا للأسابيع الماضية بعد قدومه من الملك ب 100 مليون يورو. في الفصل الأول حسم تعهد مايورغا طي الملف، لكن من سينتصر في الثاني، رونالدو أم ابنة لاس فيغاس؟ سيد محمود أعود إليك، يعني السؤال الأكثر تداولاً الأسبوع الماضي كان هل لريال مدريد الإسباني دور في قضية رونالدو؟ يعني شاهدناه يطرد مع نادي فالنسيا بحركة جدلية، لم يحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم أحرزها لوكا مودريتش برغم تألق رونالدو هذا الموسم أيضاً مع ريال مدريد الإسباني، ثم إعادة فتح هذا الملف الغريب من وراء الأطلسي. طبعاً إذا وجدنا جواباً لسؤال من خسر من؟ كريستيانو رونالدو أم ريال مدريد، نصل إلى الجواب المنطقي بصراحة، لأن كلا منهما خسر الآخر. عندما نشاهد ريال مدريد في آخر 4 مباريات يعجز عن التسجيل، وطوال فترة وجود كريستيانو رونالدو لم يصم 3 مباريات وليس 4، هذا يعني أن ريال مدريد خسر خدمات كريستيانو رونالدو الذي كان لاعبا غير عادي. في الآن ذاته عندما نجد كريستيانو رونالدو خارج
يعني لم يفز بجائزة أفضل لاعب في الفيفا، لم يفز بأفضل لاعب في أوروبا. أيضا هذا أيضا يقودنا إلى أن وجود كريستيانو رونالدو في ريال مدريد كان حافزا وداعما للفوز بالجوائز. هذا الكلام منطقي، لذلك عندما يقول كريستيانو رونالدو بأن ريال مدريد وراء كل هذه المشكلات، هذا الأمر بصراحة في شيء من الصحة، لأنه كل ذلك ظهر أو طفى على السطح في هذا الوقت بالذات. يعني لماذا لم يظهر ذلك بفترة وجوده في ريال مدريد؟ طبعا عندما نسترجع الذاكرة القريبة وموسم 2012-2013 عندما فاز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب، وقتها كان اللاعب الفرنسي ريبري ما حقق كل الألقاب الممكنة مع بايرن ميونخ، حقق 5 ألقاب من 6 ألقاب متاحة، ومع ذلك كان الفائز بالكرة الذهبية وقتها كريستيانو رونالدو بسبب بسيط، هو تأخير التصويت من قبل المدربين والكباتن، حتى قاد كريستيانو رونالدو منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم بفضل الهاتريك الشهير بمرمى منتخب السويد. إذن ذاك العام كريستيانو رونالدو لم يقدم شيئا يستحق عليه الفوز بالكرة الذهبية، طبعا مع الاحترام بأنه منذ ذاك الوقت هو الهداف للشامبيونز ليج. إذن ريال مدريد بكل تأكيد له يد طولة فيما حدث، وبكل الأحوال ريال مدريد ينتقم من كريستيانو رونالدو على طريقته كوجهة نظر شخصية، لأن الخروج أيضا سؤال آخر طبعا يطرح نفسه، هل كان خروج كريستيانو رونالدو من ريال مدريد بالتراضي بين الطرفين؟ بالتأكيد لا. إذا الخروج كريستيانو بشيء من عدم الرضا من القلعة الملكية، أعتقد أن هذا الأمر أجج الأمر وأجج الخلاف بين اللاعب وإدارة ناديه، لأن إدارة ناديه حقيقة لم تكن وفية معه بما فيه الكفاية. كريستيانو رونالدو لاعب غير عادي، يكاد يكون اللاعب الأعظم في تاريخ ريال مدريد، ليس لأنه الهداف التاريخي، طبعا خلال 9 مواسم سجل 54 هدفا في جميع المسابقات. ما هذا المعدل المترف للاعب يسجل بمعدل 50 هدفا في الموسم الواحد؟ رقم مذهل لا يمكن أن يحدث عبر التاريخ لفريق ريال مدريد مهما أتى من لاعبين، يعني حتى بزمن دي ستيفانو، بزمن راؤول، بزمن سانشيز، كل هذه الأسماء لم تكن لتوازي كريستيانو رونالدو حتى على صعيد بطولة الدوري. لاعب يسجل 311 هدفا في 292 مباراة، يعني معدل التهديف لكريستيانو أكثر من هدف، يعني شيء خرافي. لذلك كل هذا الأمر، الريال خسر كريستيانو وهو ريال مدريد طبعا كما ادعى كريستيانو رونالدو، لكن ايضا هذا شيء، يعني اتهام رونالدو لريال مدريد فيه شيء يعني من التهمه يثبت التهمه على ريال مدريد بتعاطف الحكام. يعني هل من المعقول ان يكون ريال مدريد عنده كل هذه السطوه وهذا التاثير ليفوز بالكره الذهبيه؟ هذا يعني انه فعلا عندما كانت الحكام يعني في مجريات معينه لمباريات الشامبيونز ليج مشبوهه، يعني هذا ايضا يؤكد التهمه على ريال مدريد. يعني اتهام رونالدو سلاح ذو حدين صراحه. سيد محمود، لم يعد لدينا الكثير من الوقت يعني لنتحدث قليلا عن كريستيانو رونالدو. بعض اليوم يشبهه بمارادونا، بقصة يعني انتهاء مسيرة مارادونا الذي انتهت، طبعا كلنا نعرف كيف انتهت مسيرة مارادونا. اليوم يقولون أنه ممكن لكريستيانو رونالدو أن تنتهي مسيرته أيضا بسبب النساء، خاصة أنه ليسلي ستوفال محامي كاثرين مايورغا قال الأحد لصحيفة ديلي ميل البريطانية أنه هناك سيدة ثانية اتصلت به وقالت أنها عرفت تجربة مماثلة أيضا لكريستيانو رونالدو. هل برأيك نحن اليوم أمام كرة ثلج قد تقضي على مسيرة كريستيانو رونالدو في أرض الملعب؟ هذا يعتمد بصراحة على صلابة كريستيانو رونالدو، وانتقال كريستيانو رونالدو إلى جوفنتوس هذا يعني أنه يعشق التحدي حتى وهو متقدم في السن، هذا الأمر يعني الجميع يعلم بذلك. قضية مارادونا أعتقد أنها مختلفة بسبب الإدمان وتعاطي المخدرات ذاك الوقت، صحيح، وأثرت بصراحة فيه المافيا الإيطالية. لكن كريستيانو رونالدو أعتقد أنه مخلص للقميص، مخلص بأرض الملعب، يحاول أن يقدم كل ما بسعيه. هو حتى اللحظة رغم الضغوطات شاهدناه يسجل يوم السبت الفائت، يعني مهما كانت أحوال كريستيانو رونالدو نجده في أرض الملعب يتخلص من كل الضغوط ويخلص للقميص ويقدم كل ما عنده ويريد مغازلة الشباك. لاعب يعشق التحدي، يعشق تسجيل أهداف، لذلك أعتقد أن كريستيانو رونالدو من وجهة نظر شخصية سيخرج سليما من هذه المشكلة بصراحة. يا ربما تحل عن طريق المال. سيد محمود، يعني ريال مدريد بالسؤال الشهير، هل حكى ريال مدريد مؤامرة ضد كريستيانو رونالدو؟ صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية زعمت أن ريال مدريد كان وراء كل أزمات رونالدو الحالية. علاقة رونالدو الحالية كما سنشاهد مع الملكي تدهورت في كانون الأول ديسمبر الماضي، خصوصا بعد رفض النادي دعمه في أزمته مع مصلحة الضرائب الإسبانية، حيث شعر أن ريال مسؤول عن
عن أخطاء المحاسبة المالية. أضافت الصحيفة أن رونالدو مقتنع من وقوف ريال وراء فتح حادثة التحرش منذ عام 2009 في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى بطاقته الحمراء ضد فالنسيا في دوري الأبطال، وتردد الشركات الراعية لنجم البرتغالي وخصوصا شركة نايكي، حيث كان يعد ثالث رياضي يحظى بعقد مدى الحياة مع عملاق التجهيزات على غرار نجمي كرة السلة الأمريكية مايكل جوردن وليبرون جيمس. سيد محمود، يعني سؤال أخير وباختصار، كيف يمكن أن تنتهي هذه القضية برأيك في ظل التصعيد من محامي مايورغا والحديث عن نية بمقابلة صديقات سابقات لرونالدو مثل إيرينا شيك، كيم كارداشيان وجيما أتكنسون؟ أعتقد أن كريستيانو رونالدو هذه القضية بالفعل إذا ثبتت على النجم البرتغالي طبعا تحل بالمال. نلاحظ الشيء اللافت للنظر، طبعا احنا عندنا موضوعين، موضوع محمد صلاح شاهدنا أن الاتحاد المصري لم يقف مع اللاعب بالشكل المطلوب، بينما نلاحظ الاتحاد البرتغالي، الرئيس البرتغالي، المدرب البرتغالي، كلهم يقفون وراء كريستيانو رونالدو وأيضا إدارة اليوفي. لذلك يعني مشكلة كريستيانو أعتقد أنها ستحل ماليا، حل سابقا بالمال وستحل هذه المرة أيضا بالمال. جزء. صحيح، ولكن هناك يعني في لاس فيغاس أذكر بأن جرائم الاغتصاب هي يعني أماني ثاني أكبر جريمة في لاس فيغاس بعد جرائم القتل، وفيها عقوبة السجن المؤبد. شكرا سيد محمود كركورة رئيس القسم الرياضي في صحيفة الوطن. الفاصل الأول في ميدان الرياضة ونعود للمتابعة، ابقوا معنا. رئيس الوزراء الإيطالي، كنا خلال الفاصل أنا وجزاف يعني نقول من أفضل، ميسي أو رونالدو؟ لا يمكننا المقارنة، أكيد ميسي أفضل بكثير من رونالدو على أرض الملعب كمهارات، ولكن هذا لا يمنع أن كريستيانو رونالدو هو أيضا من أفضل اللاعبين الموجودين حاليا على أرض الملعب. يعني على الأمل أن يبقى كذلك أماني، لأن هذه القضايا الفضائح ربما يعني ستزيد من متاعب رونالدو. صح. لأنه كان في حديث حتى في مباراة الأخيرة في الدوري الإيطالي أنه يشارك أم لا يشارك، حتى كان نبأ مشاركة رونالدو ضمن تشكيلة يوفنتوس للاعبين حتى الاحتياطيين كان خبرا بحد ذاته. صحيح جوزيف، سنقبل حلقتنا الآن ولكن عن خبر إلى حد ما يعني غريب وطريف في من الطرافة. رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو بيرلوسكوني، مالك نادي ميلان سابقا والمرتبط اسمه ببعض الفضائح أيضا، أصدر تعليمات غريبة للاعبي نادي مونتسا من الدرجة الثالثة الذي اشتراه نهاية الكانون الأول دي سبتمبر، منع وضع اللاعبين الوشوم على أجسامهم وإطلاق لحاهم أيضا ووضع أقراط للأذن. رئيس ميلان السابق لفترة 31 عاما قال إنه سيبني فريقا من لاعبين طليان فقط، سيكون شعرهم مرتبا، وقد وجد حلاقا في مونتسا للقيام بذلك مجانا. ابن 82 الذي قاد ميلان إلى مجد تلو الآخر كأحراز لقب الدوري 8 مرات وأيضا دوري أبطال أوروبا 5 مرات، قال إن لاعبيه سيكونون قدوة على أرض الملعب، يعتذرون من خصومهم بحال ارتكاب الأخطاء ويعاملون الحكم بأخلاق عالية. أضاف أنه إذا طلب منهم توقيع صور للمعجبين عليهم كتابة اسمهم كاملا وبخط مفهوم، ويجب أن يرتدوا ثيابا محتشمة لأنه يريد تقديم صورة مختلفة في كرة القدم الحديثة. يعني كل ما نشاهده حاليا في عالم كرة القدم أماني يطلب عكسه، ولكن أعتقد أن هذه المواصفات يعني تنفع أن تكون لفريق كرة قدم نسائي وليس للرجال. صحيح أماني بالفعل، يعني خصوصا أنه سيلفيو بيرلوسكوني هو شخص يعني عرف ببعض القضايا اللي كانت كم مثل قضايا رونالدو. صحيح. بتاريخه، وبالتالي يعني هذا الفريق ابني من الصفر، ولكن يعني بعمر 82 ربما لا نعلم إذا كان يعني سيشاهد في يوم من الأيام نادي مونتسا يصل إلى السيري آ وينافس الأندية التقليدية على لقب مثل يوفنتوس، ميلان، إنتر، لاتسيو، روما وغيرها من الأندية وحتى نابولي أخيرا. من سيلفيو بيرلوسكوني ننتقل إلى الفورمولا 1، فأصبح البريطاني لويس هاملتون على مسافة قريبة للغاية من إحراز لقبه العالمي الخامس في بطولة العالم بعد تتويجه في جائزة اليابان الكبرى على حلبة سوزوكا وحلول مطارده المباشر الألماني سيباستيان فيتل في المركز السادس. سيكون بمقدور هاملتون سائق مرسيدس حسم اللقب في الجولة المقبلة بحال فوزه في الولايات المتحدة وفشل فيتال بالحلول في المركز الثاني أو تقدمه على سائق فراري ب8 نقاط. وفي وقت كان مستوى هاملتون رائعا بعد العطلة الصيفية، تراجع مستوى فراري وفيتال بشكل رهيب، وقد عرض الألماني نفسه في سوزوكا لاصطدام مع سائق ريد بول
الهولندي الشاب ماكس فيرشتابن. جوزيف هاملتون في طريقه لمعادلة رقم الأرجنتيني خوان مانويل فانجيو بطل العالم 5 مرات في ظل هيمنة واضحة وتتويجه 6 مرات في آخر 7 سباقات وابتعاده بفارق 67 نقطة عن فيتيل بطل العالم 4 مرات أيضا. بالفعل أماني يعني لا شك بأن الأسطورة الألمانية ميكائيل شومخر الذي يعني لا يزال يعاني من أثار الحادث التزلج الذي تعرض له، هو يعد أسطورة سباقات الفورمولا 1 في العالم. نسمع على سيرة بسيرة مايكل شوماخر، يعني كان في حديث منذ فترة أن ينتقل من إلى مقر إقامة آخر يعني، ولكن تم نفيه بعد ساعات. الهام أنه ميكائيل شوماخر لا يزال للأسف في حالة سيئة جدا، ولكن لويس هاملتون هو موت سريري لي، هو يعني تعرض يعني لحادث كبير في بالتزلج، ضربة صحيح على رأسه، وخصصت حلقة مع أخصائي في جراحات الأعصاب لحالة رونالدو، لحالة شوماخر عفوا، بعيد الشر عن رونالدو. ولكن مش بإيدك، بدك يا يموت، بدك يا يموت لما يتقارن مع ميسي. لا 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 سمح الله. بينما ميكائيل شوماخر أحرز لقب بطولة عالم 7 مرات، لويس هاملتون يقترب من خوان مانويل فانجيو أحرز اللقب 5، ليؤكد أنه بالفعل في هذا العقد من الألفية الثالثة هو أهم سائق فورمولا 1 البريطاني لويس هاملتون. سننتقل لجوزيف إلى فقرة وين، لينضم إلينا بعد قليل الزميل علي خليفي، وسنتحدث في هذه الفقرة عن لاعب لبناني. سنرى معا. ملك الكرة اللبنانية في سبعينيات القرن الماضي صالة وجال داخل المستطيل الأخضر وجاور الجوهر السوداء بيلي. محمد حاطوم اسم لمع في سماء الكرة اللبنانية قبل أن يبحر بعيدا عن اللعبة الشعبية في قارب صيد. هو صياد غرزت صنارته أعماق البحار ليصطاد قوط يومه، وباتت الأسماك أسيرة شباكه بعدما كان في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي جلادا للشباك. والبحر مثل الفوتبول، الصيد اثنيناتهم هواية مشوقة مثل ما بيقولوا، واثنيناتهم فيهم صيد، يعني الفوتبول في صيد للأهداف، والبحر بدك تتصيد سمك. هو محمد حاطوم أحد كبار نجوم الجيل الذهبي لناديي الراسينج والنجمة ومنتخب لبنان. من عاصره عاش مرحلة المتعة الكروية، ومن يرى حالته اليوم يدرك أن كرة القدم ظالمة. أسماء كبيرة ونجوم كثر غابوا عن الساحة الكروية والرياضية بعد اعتزالهم، وباتوا في غياهب النسيان، والعتب يرتسم على ملامحهم التي شاخت مع الزمن. القيمين على الرياضة مش شغلتهم الرياضة، شغلتهم جابوهم السياسيين من الآخر، يعني الطبيعي إنه محمد حاطوم لازم يكون بالاتحاد، يعني بأي وظيفة بيسندوه إليه، هذا المكان الطبيعي له. أكل السمك مثل بالنسبة إلى حاطوم وجبة مكتملة من الطاقة والحيوية التي غالبا ما ترجمها على أرض الملعب، مزيجا بين القوة والمهارة. عملنا واحدة مشوية واحدة ناي، رحت لعبت على برج حمود، قالوا لي شو عامل مهديت، قلت له شو بدي أعمل، كلنا سمك. في هذا المنزل المتواضع يعيش ابن 70 عاما، وجدرانه تروي فصول حكايات كروية لا تنتهي منذ أن احترف حاطوم كرة القدم في عمر 17. فروقات عديدة بين جيله والجيل الحالي يختصرها حاطوم بالولاء للقميص. زمان كان اللاعب معشوقته اللعبة، هلأ اللاعب معشوقته الدولار. موهبة بحجم الملك دفعت العديد من الأندية العربية والأوروبية إلى طلب التعاقد معه، لكن مسيرته الاحترافية توقفت عند شواطئ بيروت. مثل ما بيقولوا كنت بعدني صغير يعني، ومولع بالبحر وبالصيد. قلت لهم للمسؤولين هونيك بفريق اسمه رابيد فيينا، قلت لهم أمي توفت، بدي اجي لعندكم. جيت ودليتني هون. الملك حاطوم ذرف عمره في الملاعب، ثم ادار ظهره لها ورمى كل تاريخه في عهدة الضمائر والزمان والذاكرة.
اللاعب الكبير اللبناني محمد حاتوم يتحدث بحرقة عالية عن ما عناه ويعانيه في هذه الأيام، وكان يعني من المفترض أن يكون، إذا ممكن أن نقول، يكرم في أيامه الأخيرة، ولكن للأسف في لبنان لا يحدث هذا، وحتى في الكثير من الدول العربية. جوزيف، نعم. أنت كنت معه وأعديت هذا التقرير، خبرنا عن رحلتك التي قمت معه في البحر وبين الأسماك. ماشي، مساء الخير أماني، مساء الخير جوزيف. مساء الخير علي. يعني بالفعل هناك العديد من النجوم في لبنان أو في العالم العربي، نجوم قدامى باتوا اليوم يعني منسيين لدى الجماهير، وخصوصا جيل السبعينات والثمانينات. يعني هم غابوا عن الرياضة قبل الفورة، لم يدخلوا سلك التدريب أو الإدارة في عالم كرة القدم واختفوا. يعني حالة محمد حاتوم تشبه الكثير من الحالات، ربما هي حالة مخففة عن بعض الحالات الأخرى للأسف. مثل الرياضيين يعانون من المرض أو الفقر أو يعني لا يملكون قوت يومهم، بينما محمد حاتوم استفاد من هواية صيد السمك، وهو يعني يستطيع أن يعيش منها ويقيت عائلته منها، فبالتالي هذه الهواية تحولت إلى مهنة. وهو تحدث بحرقة عن يعني عدم الاهتمام به من قبل القيمين على الرياضة في لبنان، وتغييبه عن ربما كما يقول المناصب الإدارية أو أصحاب القرار في الرياضة. يعتبر نفسه كان لاعبا مهما ولاعبا كبيرا، لكن اليوم هو شبه منسي، وهو لا يتابع نهائيا كرة القدم. يعني قال بالتعبير هيك اللبناني المجازي، يعني بيتنأوز على المباريات هيك ليشوف شو عم بيصير، بس ما بيعني له أكثر من هيك. وأيضا هذا الأسبوع علي شهد يعني غياب أحد اللاعبين الآخرين الكبار في لبنان، وهو يوسف الغول، يعني زميله الذي عانى مع المرض طويلا، وهو أحد اللاعبين يعني اللافت بمسيرتهم أنه شارك كحارس مرمى وكلاعب مهاجم أيضا. يعني اثنيناتهم كانوا زملاء بنادي النجمة، واثنيناتهم لعبوا بال 75 بال 6 نيسان 75 بالمباراة الشهيرة ضد جامعات فرنسا عندما حل بيليه الجوهرة السوداء البرازيلية ضيفا في لبنان. واللافت أيضا في مسيرة محمد حاتوم أنه لم يطرد سوى مرة واحدة طوال مسيرته، يعني كان لا صح أنه لاعب وسط، لكنه كان يعني ملكا للروح الرياضية. لكن المرة الوحيدة التي طرد فيها خلال مواجهة نادي الأنصار في الدربي الشهير بين النجمة والأنصار، عندما قامت جماهير الأنصار برمي زجاجات المياه على محمد حاتوم بسبب يعني مستواه العالي للتأثير عليه، ففقد أعصابه وقت ذاك وخلع حذاءه ورماه باتجاه جمهور الأنصار، فكانت هذه هي الحالة الوحيدة التي طرد خلال مسيرته. ولكن ضمن هذا التقرير الجميل لفتني، يعني كان يأكل السمك المشوي، والناي واحدة مشوية واحدة ناي، وراح على المباراة وتألق. يعني أنا عندما أخذ تمارين واحدة مشوية واحدة ناي. هو لم يتعرض لأي إصابة، نعم. يعني طوال مسيرته لم يصاب، ويقول أن السبب هو أكل السمك، وتحديدا السمك الناي كان يجعل من أجسام اللاعبين صلبة ولا تتعرض للإصابات. وهو يعني يصف الجيل الحالي من اللاعبين بأنهم يعني بين مزدوجين كرتون. لأن التغذية اختلفت والتدريب اختلف والنظام اختلف. شو أماني سمك اليوم؟ سوشي إذا بدك. بلا حسد، بلا حسد. أكيد علي لن نكتفي بهذا التقرير عن الجيل الذهبي، نعم. سنقوم بإعداد الكثير من التقارير في فقرة وينون ومعك أكيد، إن كان في لبنان وحتى في العالم العربي بطبيعة الحال. أكيد بركي من خلال هذه التقارير منضوي يعني على الحالات اللي عم يعيشوها بعض النجوم القدامى، والجمهور يتعرف عليهم هن شو كانوا بتاريخ الرياضات العربية. صحيح. وشو وضعهم حالياً. صحيح علي. سننتقل الآن إلى نجم الأسبوع العربي، من النجم اللبناني إلى النجم العربي. نجم الأسبوع عربيا هو المغربي مراد باتنا. كان المغربي مراد باتنا أفضل لاعب في الجولة الخامسة من الدوري الإماراتي لكرة القدم، سجل لفريقه الوحدة ثالث الترتيب هدفين وتمريرة حاسمة خلال الفوز على الإمارات بثلاثة أهداف مقابل هدف، فرفع لاعب الفتح الرباطي السابق والبالغ 28 عاما رصيده إلى 6 أهداف في 5 مباريات في المركز الثاني في ترتيب الهدافين. هناك ايضا اماني اللاعب ادم اوناس الذي سجل هدفا رائعا في الدوري الايطالي مع فريق نابولي في الدوري يوم الاحد، وكان يمكن ان يكون بين الاشخاص المرشحين، ولكن مراد باتنا تالق بشكل كبير في هذه المباراه، كان من حيث التمرير ثم من حيث التسجيل وهز الشباك اللاعب المغربي. من نجم اسبوع عربيا ننتقل الى نجم الاسبوع الدولي. نجم الأسبوع دوليا هو المقاتل الروسي حبيب نور محمدوف، فقد انتظر عالم الفنون القتالية المختلطة UFC العرض المثير في ولاية لاس فيغاس الأمريكية بين النجمين الروسي
حبيب نور محمدوف بطل الوزن الخفيف والإيرلندي كونر ماكغريغر البطل السابق للوزن الخفيف. احتفظ نور محمدوف البالغ من عمر 30 عاما بلقبه بعد أن أجبر ماكغريغر على الاستسلام بحركة خنق قوية ليبقى سجله خاليا من الهزائم مع 27 فوزا مقابل 4 هزائم لماكغريغر. وبعد أن شهدت المواجهة أحداثا ساخنة قبل انطلاقها تحولت الحلبة إلى معركة كبيرة بعد تشاجر نور محمدوف مع فريق ماكغريغر المولود محمدوف المولود في داغستان. محمدوف أمان يعني أصبح من أهم الشخصيات الرياضية في هذا الأسبوع. تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأه فيها على يعني هذا الفوز الكبير على ماكغريغر الذي خاض مباراة في الملاكمة أيضا شهيرة خلال العام الماضي. هو بالمناسبة يشجع ريال مدريد. أها. وكان له صورة شهيرة أيضا مع كريستيانو رونالدو يقدم صحيح. له القميص رقم 7 مع الفريق مكتوب عليه خبيب. كانت على فكرة هذه محط جدل على السوشيال ميديا هذا الأسبوع خبيب أو حبيب أو يعني اسمه حبيب القلب أو محمدوف حتى أو نعم. نور ماجوميدوف نعم هناك أسماء يعني في الروسية في داغستان في شيشان في أوساتيا يعني أسماء تكون قريبة نوعا ما من الأسماء العربية ولكن يعني نور محمدوف هو كان الرياضي الأشهر أو الأقوى دوليا في هذا الأسبوع. ننتقل من نجم الأسبوع الدولي إلى تغريدة الأسبوع العربية. تغريدة الأسبوع العربية هي لرئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي الشيخ. تركي الشيخ غرد عن كأس أفريقيا 2019 لكرة القدم: كلنا خلف المغرب وحقها في استضافة كأس أفريقيا فهي الأجهز والأقدر على ذلك. وإن شاء الله في القريب العاجل سأزور السودان بصفة رئيس الاتحاد العربي لمزيد من الاستثمار الرياضي هناك. فهلا بالسودان وأهلي. أيضا أمان يعني الأهم في هذه التغريدة كان هي تتم بأنه تركي آل الشيخ كان وقف ضد ملف المغرب لاستضافة مونديال 2000 أولمبياد عفوا مونديال 2026 الذي ذهب لأمريكا الشمالية. ولكن يعني اليوم تركي آل الشيخ يقف إلى جانب المغرب علما بأنه رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد شو بك عاد حكيت على رونالدو هذا رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد حسم بأنه الكاميرون ستكون هي مضيفة كأس أفريقيا 2019. تفضلي. شكرا جزاف. سننتقل إلى تغريدة الأسبوع الدولية. تغريدة الأسبوع الدولية للإكوادوري أنطونيو فالنسيا قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي وضع إشارة إعجاب على صورة له وتعليق على موقع إنستغرام يشير إلى أن الوقت حان لرحيل مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو بسبب النتائج السيئة للشياطين الحمر والتعادل الأخير مع نادي فالنسيا الإسباني في دوري الأبطال. لكن فالنسيا وبتغريدة أخرى أكد أنه لم يقرأ التعليق معتذرا من تصرفه ومبديا دعمه للمدرب ولزملائه. كان من المفترض أن نتحدث عن مورينيو هذا الأسبوع ولكن كانت نهاية سعيدة الأسبوع الماضي لجوزيه مورينيو ربما نتحدث عنه في وقت لاحق ولكن يعني فالنسيا شالت تغريد الإعجاب مثل الشاطئ نهايات السيئة جاي ربما خصوصا أنه تأخر بشكل رهيب على أرضه أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد وعاد أنقذوا أليكسيس سانشيز في اللحظات الأخيرة من هذه المباراة. على كل حال ننتقل الآن إلى صفحة فقرة الطرائف والغرائب. المدافع الدولي الإسباني وقائد فريق ريال مدريد سيرخيو راموس نشر مقطع فيديو خلال تدريبات الملكي الجمعة يسجل فيها 5 أهداف من ضربات حرة جميلة في شباك الحارس الجديد البلجيكي تيبو كورتوا. ألفت أن راموس يفتخر بتسجيل هذه الكرات في شباك حارسه الذي يتنافس مع الكوستاريكي كيلور نافاس للحصول على الموقع أساسي في تشكيلة المدرب جولين لوبيتيغي. علي يعني كورتوا ليس أي حارس يعني وراموس هو مدافع وهذه الكرات رائعة على التوالي. راموس يتميز بتسديد الضربات الثابته ليس الان يعني منذ انطلاقته مع نادي اشبيليا الا ركله الجزاء الشهيره ضد بايرن ميونخ التي وصلت الى القمر بالنهايه ضد بايرن ميونخ طبيعي ان تضيع ركله الجزاء. بعد رحيل رونالدو كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد ظهرت هذه الموهبه لدى راموس صحيح وكان في يعني لا لم تظهر هذه الموهبه هي موجوده لكن الان بدا ياخذ فرصته في ظل رحيل رونالدو هذا الفرق ولكن ريال يعاني من أزمة كبيرة لأنه هو النجم الأوحد ليس فقط الريال جميع الأندية الكبيرة هذا الموسم بايرن ميونخ ريال برشلونة نعم. من سيرخيو راموس إلى أسلوب جديد للإعلان عن تشكيلات المنتخبات لم يجلس مدرب إسبانيا لويس إنريكي على كرسي في مؤتمر صحفي اعتيادي بل وقف داخل غرف الملابس وقام بتعليق قرصان اللاعبين مع أسمائهم وذلك قبل خوض مبارتي ويلز وديا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية وذلك بعد فوزهم في عهد إنريكي الجديد على إنجلترا بهدفين مقابل هدف
وسحق كرواتيا وصيفة بطل العالم بستة أهداف دون رد، يعني طريقة يعني نوعا ما جديدة، وهي أسماء اللاعبين على القمصان يقوم بتعليقها لويس أريكي. ظريف لويس، انت هيك بدك؟ اوكي، بس ليه بلا ارقام؟ لانه لم يعتمد ربما بعض الارقام، اعتمد بس فقط الاسماء. ايضا في حركه جميله يقوم بها البلجيكي ايدن هازار، ولكن قرر ان لا يقوم بها بعد الان. كشف ايدن هازار انه لن يحتفل بعد الان بالانزلاق على ركبتيه بسبب الالام الكبيره التي تتركها حركه مماثله. قال هازار ممازحا ان ركبتي اصبحتا مثل النار بسبب هذه الاحتفالات، واعتذر من الجماهير. أماني خصوصا إذا كان مؤلمة صراحة، إذا كان ملعب أرضه عشب صناعي يؤلم أكثر بالفعل. تكون هذه الحركة كان يشتهر بها النجم الفرنسي تييري أونري بعد تسجيله الأهداف. صحيح، شاهدنا أونري، شاهدنا أزار، ديدي دروغبا أيضا. نعم، من إيدين هازار إلى تشيب دا بوفالو، فهو تميمة فريق جامعة كولورادو لكرة القدم الأمريكية. حاول إطلاق قميص الفريق كهدية للجماهير برشاشه، لكنه كان يحمله بالمقلوب، فارتدت الطلقة عليه ونقل على الحمالة الطبية لعدم قدرته على الوقوف مجددا. مشهور رونالدو سلامت قلبه. هذا الخبر بس لجوزيف تحديدا. كل فترة يستعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني مهاراته عبر أحد رعاته اليابانيين. هذه المرة روض الكرة بعدما رفعها على ارتفاع 18 مترا ليظهر جانبا من لمساته التي أوصلته لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات. ميسي الذي لم يحقق أي جائزة فردية كبرى هذا الموسم حقق انطلاقة رائعة مع 8 أهداف و5 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات. أضاف إليها هدف في مباراة فالنسيا. صحيح. أماني صحيح. كان هدف التعادل، وهو يعني برشلونة لم يتمكن من الفوز في آخر 4 مباريات أيضا في الدوري الإسباني، وهذا الأمر الذي فتح المجال عليه لأشبيليا أن يتصدر وأتلتيكو مدريد، وتراجع ريال مدريد إلى المركز الرابع، يعني خبصة بالدوري الإسباني في بداية هذا الموسم. صحيح جوزيف، يمكن بس بأوروبا فينا نقول يوفنتوس مع كريستيانو رونالدو هو الوحيد اللي ماشي على سكة الانتصارات كفريق كبير يعني. نعم، قلتش حقنا على رأي أخواننا المصاري. وهناك باريس سان جيرمان أيضا في الدوري. رونالدو ناجح، رونالدو طول يعني دائما لاعب كبير، أو هلأ مع انتقاله ليوفنتوس. نعم، في مباراة للهواة في روسيا بعد ميسي وهذه الحركة الجميلة التي قام بها، تعرض حارس مرمى في روسيا تصدى لركلة جزاء ببراعة، لكن الكرة ارتطمت برأس الحكم ودخلت الشباك. احتسب الهدف برغم احتجاجات اللاعبين، إذ تنسك وعد اللعبة على اعتبار الحكم طرفا في المباراة برغم أنها ارتدت من رأسه عن طريق الخطأ داخل الشباك. بعد هذا الحارس تتذكرون بالطبع الحارس الألماني لوريس كاريوس وهفواته مع ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري الأبطال. انتقل إلى بشكتاش التركي وتابع هواياته المفضلة بارتكاب الأخطاء، آخرها في الدوري الأوروبي يوروبا ليج أمام مالمو السويدي عندما فشل في التعامل مع كرة عرضية في المتناول لتسكن الشباك بطريقة غريبة. كاريوس لم يغير عاداته. كاريوس عار على حراسة المرمى الألمانية. سنختم هذه الحلقة الآن جوزيف مع روي، وهو مشجع نوتس كاونتي الإنجليزي الذي كان يحلم بتسجيل ركلة جزاء في ملعب فريقه وقد نجح بذلك بعمر 94. نترك المشاهدين مع هذه المشاهد، شكرا للمتابعة، ملتقانا يتجدد أكيد الأسبوع المقبل. شكرا أماني، شكرا علي، شكرا للمشاهدين، وإلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء.